استعدادات كبيرة تمضي لإتمامها المحلات التجارية في توفير كل ما يلزم من شعارات وأعلام وملابس ترتبط جملة وتفصيلا مع قرب احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية فكل ما يتم عرضه فيها يرضي ذائقة الصغار والكبار. أعلام ترفرف ملابس زاهية وشعارات وورود وشوكولاتة زينت أسواق البحرين استعدادا لاستقبال أفراح الوطن وأعياده الوطنية. بأسلوب مشوق يحرك الروح الوطنية بداخل مرتادي السوق ما يدفع أهالي البحرين وقاطنيها للبحث عن كل ما هو جديد ليكونوا في هذا اليوم زاهين بالأحمر والأبيض فتفننت المصممات بأحدث الموديلات لتفتح لهم الباب على مصراعيه ليكون لهم ما أرادوا كبارا كانوا أم صغارا حاولنا نسوي شيء غير عن السوق فالسنة تميزت الموديلات أكثر عن أشياء نقشه الجيشي أه سوينا مثلاً طقم الأبو مع ولده أه شيء شي سوينا حق البنات شيء حق الصبيان، أكثر شيء صار عليه أقبال اللي هي موديلات الرضع أو الصغار أه يعني شيء غير دايماً يعني الموديلات المتوفره تكون حق الكبار أو حق الأطفال بس الرضع ما يكون فيه موجود فأكثر شيء مشي عندنا ثياب الرضع أكثر شيء يكون عليهم كتابات آه بعد دمج دمجنا فيهم الجيشي بس يعني يبقى اللون الأحمر غير آه ديسمبر يعني معروف ان دايما الناس لابسين فيه أحمر. كل سنة نستعد للعيد الوطني وهالسنة غير عن كل سنة. هالسنة صممنا عدة تصاميم جديدة منها الثوب حق الصبيان اللي هو من عمر الشهر لعشر سنوات. وصممنا فساتين حق البنات وغير هاي صممنا سكارفات جديدة تحمل شعارات البحرين خريطة البحرين وشعار دوار الساعة بالإضافة لذلك ضفنا حق مشروعنا بروشات على علم البحرين تتعلق على الملابس وغير هاي عندنا البرقع الصقر اللي هو احنا نستخدمه كزينة للسيارات سوينا تصاميم على علم البحرين فريق متاهب ومتحمس بانتظار اليوم الوطني لتظهر مركباتهم بابهى حله ابتهاجا بهذه المناسبه، خصوصا وان المحال التجاريه المتخصصه بزينه السيارات بدات بتزيين المركبات الكلاسيكيه لتكون لافته وجذابه، تخاطب الروح الوطنيه عند انعام النظر فيها. اول شيء نزين السيارات حق الاحتفال. حق البحرين اول شيء ونستضيف فرق من البحرين وخارج البحرين عندنا السنه ان شاء الله ثلاثه فرقه من السعوديه وعندنا فريق من الكويت ما شاء الله التجمع بيصير جدا جميل وعندنا تقريبا الحين حول 80 سياره راح تحضر البحرين باقه ورود حمراء وبيضاء برائحتها الجذابة وألوانها الزاهية تجسد علم البحرين بروعتها وجمالها لتزيدها حبات الشوكولاتة جمالا كالعادة احنا نوفر الورود خاصة للبحرين والهدايا والشوكولا وطبعا احنا نشوف كل سنة يزيد عندنا الطلب خاصة لهالمناسبة والطلبات راح تينا من كل مكان لأن الكل يبي يحتفل حق البحرين كل ركن تجاري في البحرين حرص على توفير كل ما يخص هذا اليوم ليكون عرسنا الوطني متلألئا براقا ولامعا